السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر أيمن عارف، هتكلم مع حضراتكم شوية عن الاختبارات وعن الامتحانات، وعشان بعض أولياء الأمور بيتابع أبنائهم أو المعظم، وده الشيء المثالي. خلينا نتكلم إزاي حصل فاضل أسبوعين تقريبا للاختبارات. سواء حضراتكم موجودين في تريجرز Educational أكاديمي أو يعني كنوز أو لأ، دي ستيبس وخطوات معينة إن أنا أحصل ما يمكن تحصيله. أول حاجة لازم أراجع بشكل كامل وبشكل عام عن المنهج من الأول، من بدايته لنهايته. هركز مع أبنائي على نقاط القوة، يعني الأشياء، المواد اللي بيتميزوا فيها هركز معاهم أكتر عليها، والحاجات الضعف هراجع على الاختبارات بشكل سريع، بمعنى هشوف الاختبارات النهائية وأحاول أحلها. وأهم شيء في الفترة دي، فترة المراجعة، يعني غير حل الاختبارات، ان هو هيغلط، فاخطائه اللي غلط فيها هنصححها له بقدر الاستطاعة. يعني مثلا عنده خطأ 2 3 4 10 في اول اكزام او في اول اختبار، بحسن الموضوع باني يعني اقعد معاه وباني اخذ الاشياء دي بعين الاعتبار. معظم التحصيل هيكون افضل لما حل الاختبارات، ده رقم واحد. رقم اتنين، اني ما اقلقش وما وترش الطفل وما وترش الطالب، هو اللي حصله حصله، خلاص الموضوع منتهي، ويعتبر قدامنا اسبوعين ان شاء الله على الاختبارات. يعني احنا تقريبا في 12، اسبوعين ثلاثة يعني، فاللي هو احنا بنراجع في النهاية. طبعا في طرق كتير، منها الخرائط الذهنية في المذاكرة، ان انا اقسم الشيء لخريطة شكل شجرة، زي شجرة اجزأ الموضوع. في شيء قصصي، يعني الدراسات هي كلها قصص، معظمها قصص يعني في التاريخ، ممكن ألقيها بشكل قصصي. العلوم طبعا هي محتاجة حفظ كبير، يعني الدروس نفسها والقوانين والأشياء اللي موجودة في العلوم محتاجة مراجعة بشكل قوي، ومحتاجة حل امتحانات كتير، وإني أشوف المشاكل اللي عنده أو القوانين اللي هو مش حافظها أو أجزاء الدروس اللي مش حافظها وبتيجي في الاختبارات بشكل متكرر أركز معاه عليها. طيب بالنسبة للرياضيات أو الماث، هي محتاجة تاريخ، يعني اللي ما كانش عنده الشهرين أو ثلاثة اللي فاتوا خلفية عن الماثيماتيكس أو عن الرياضيات نفسها هيكون صعب إنه يحصل الفترة دي، بس مش مستحيل. نفس الفكرة، أهم شيء أحل الاختبارات، خليه يغلط على قد ما هيغلط، خليه ساعده إنه يحل أوبن بوك، يعني خليه يفتح الكتاب وياخد من الكتاب. ليه؟ لأنه هيدور على المعلومة، يعني اول اكزام هيدور على المعلومه، فبالتالي هو بيذاكر قدام حضرتك. لازم تتابعه، لان لو ما تمش متابعه من قبل حضرتك لابنائك، فده بصراحه شيء فاشل. تتابعه مش بس ان انا اشوفه بيروح دروسه او شغله او دراسته او لا، بتابعه باني اشوف المستوى بتاعه، بتابع مع المدرسين بتوعه، بتابع معاه كاختبارات، بديله اختبار وبشوف مستواه واداؤه ايه، هل اداؤه فعال ولا اداؤه مش حقيقي، يعني مش زي ما بيتقال لي. تمام. اللغة العربية والنحو والأشياء دي طبعا برضو بالتاريخ، بتاريخ الطالب في الاستذكار وفي المذاكرة بشكل كامل، لكن مش معنى ده ان انا مش هقدر احصله في الفترة دي اي شيء. لا، يحل اختبارات ومناطق الضعف عنده في النحو او في اللغة العربية هحاول اشرحها له على قدر استطاعتي. ما قدرتش ارجع للمدرس بتاعه على طول، يعني ارجع للمدرس بتاعه واطلب المساعده ان هو يساعدني في حل الاشياء اللي مش موجوده او مش معروف حلها. كذلك الرياضيات، كذلك العلوم، كذلك الدراسات، جميع المواد. تمام. وبالتوفيق للجميع، سواء اولياء كنوز التعليميه معانا او مش معانا، بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.